أعزائي المتابعين والمشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتحدث اليوم عن ما يعرف بقضية الدخان. تلك القضية منظورة لدى محكمة أمن الدولة، وقد تم تأجيل الجلسة الافتتاحية فيها لمرتين. في المرة الأولى تم تأجيل الجلسة، وذلك بسبب تقديم أحد المتهمين طعنا لدى محكمة التمييز بقرار محكمة أمن الدولة رفض إخلاء سبيله بالكفالة. وفي المرة الثانية تم التأجيل، وذلك بسبب وجود أحد المتهمين الموقوفين في ذمة القضية بالمستشفى لإجراء مداخلة جراحية. وفي هذا الموضوع سنطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الجلسة الافتتاحية؟ السؤال الثاني: هل من الممكن أن تعقد الجلسة الافتتاحية بغياب أحد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية؟ وللإجابة عن هذين السؤالين سيكون لنا لقاء مع القاضي المدني السابق في محكمة أمن الدولة الأستاذ سالم القلاب. كونوا معنا. مشاهدونا، نرحب بالقاضي المدني في محكمة أمن الدولة السابق المحامي سالم القلاب. أستاذ سالم، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا، شرفت. أستاذ سالم، لنا ثلاثة أسئلة فيما يتعلق بقضية الدخان. السؤال الأول: ما هي الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها في الجلسة الافتتاحية الأولى؟ قضية الدخان مثل أي قضية جنائية أخرى يتم فيها اتباع قانون أصول المحاكمة الجزائية. يقوم رئيس المحكمة بتلاوة أسماء المتهمين واحد تلو الآخر، بتحضيرهم في الجلسة، ويسألهم عن عنوانهم، عمرهم، شو بيشتغلوا، متى تم توقيفهم. وبعد ذلك يتم سؤالهم عن التهم المسندة إليهم، ويجب أن يكون كل واحد منهم قد قام بتوكيل محامي للدفاع عنه، حيث أن التهمة الأولى المسندة لكل واحد منهم لا تقل عقوبة عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة، وحسب تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد يشترط ويتوجب أن يحضر مع المتهم في مثل هذه القضايا محامي للدفاع عنه. طبعا يقوم رئيس المحكمة بسؤال المتهم فيما إذا قام بتوكيل محامي من تلقاء نفسه، وفي حال عدم مقدرته المالية التي أبداها للمحكمة بتوكيل محامي، تقوم المحكمة بتوكيل محامي له على حساب خزينة الدولة. في حال عند سؤال المتهمين عن التهم المسند إليه من قبل الهيئة الحاكمة، ماذا يترتب على المتهم؟ هل يجيب بأنه مذنب أم غير مذنب فقط لا غير؟ يقوم المدعي العام عادة بتوضيح وقائع الدعوة، ويسأل رئيس المحكمة المتهمين حسب التسلسل ووجودهم وحضورهم في لائحة الاتهام فيما إذا كان متهم عن التهم المسند إليه جميعا، ويقوم المتهم بالإجابة إما بأنني مذنب أو غير مذنب. في حال أجاب بأنه مذنب، تقوم المحكمة بتدوين أقواله وإجاباته حسب ما أدلى بها، وبأقرب ما يكون إلى الكلمات التي أدلى بها. في هذه الحالة للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف وتكتفي به، ولها أن لا تأخذ به وتقوم بدعوة شهود النيابة. وفي مثل هذه القضايا وكون عقوبتها كبيرة، لا تأخذ المحكمة عادة باعتراف المتهم، ولا أتوقع أن يقوم أحد منهم بالاعتراف فيها نظرا لجسامة العقوبة فيها. أستاذ سالم، هذه القضية فيها 54 متهم، من ضمنهم 25 شركة. نعم. الشركة تواجه تهم. نعم. عند سؤال تلك الشركات عن التهم، من الذي يجيب ولمن يوجه السؤال؟ بداية يتم تحضير ممثل الشركة في المحاكمة، وعادة ما يكون أحد المتهمين الماثلين أمام المحكمة. يقوم رئيس المحكمة بسؤال ممثل الشركة، كونها شخص معنوي يجب أن يسأل الشخص الطبيعي فيما إذا كانت الشركة مذنبة عن التهم المسندة إليها أم لا، فيجيب عنها الممثل فيما إذا كانت مذنبة أم لا. فيما يتعلق بعقد الجلسة الافتتاحية الأولى، هل من الممكن أن تعقد المحكمة جلسة افتتاحية أولى بغياب أحد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية؟ لا يمكن في مثل هذه القضايا أن يتم عقد جلسة افتتاحية والمقصود فيها سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم في حال غياب أحد المتهمين، وخاصة إذا كان موقوفا، لأنه لا يكون يملك إرادته في الحضور إلى المحكمة، ولا يجوز قانونا أن تعقد المحكمة جلسة، ولا يجب اتخاذ أي إجراء فيها حتى خلال مسيرة الإجراءات المحاكمة كلها، لا يجوز
أن تأخذ المحكمة أي إجراء في حال غياب أي متهم فيها إذا لم يكن مكفولاً. أستاذ سالم الله يعطيك العافية. مشاهدونا انتظرونا يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله، سنكون معكم في بث مباشر لنقل وقائع الجلسة الافتتاحية من محكمة أمن الدولة. كان معكم غازي المريات مندوب صحيفة الرأي لدى محكمة أمن الدولة.